ما يجري عزيزي هو نذكر دائما أن الحرب فيها عنصر الحرب النفسية والحرب الإعلامية، وفي ترابط بين هاتين الجبهتين التي يلخص إلى حد ما كثير من التطورات التي تجري على الساحة الأوكرانية، وخاصة التطورات الأخيرة. إن صدقت الأنباء بأن ما تم هو بالفعل استخدام للسلاح الكيماوي، فهذا سيناريو اعتادت للأسف المناطق عديدة من الصراعات في العالم، ومن ضمنها مثلا سوريا والعراق، على سماع هذه الكلمة، وهي مؤشر رعب حقيقي يشير دائما إلى نوع من اليأس أو نفاذة الصبر، إما يأس من اقتراب هزيمة عسكرية ويتم عكسها من خلال الاستخدام الكيماوي، أو محاولة لتعجيل استحقاق النصر كما تراه تلك القوة باستخدام أسلحة رادعة تؤدي إلى نوع من الذعر وسط الأهالي، والأهم بأنها تشكل سلاح ردع أولي، لأننا نعلم جميعا أن الحديث عن خيار استخدام الأسلحة النووية خيار وارد. كان هناك ارتفاع في الوتيرة مؤخرا صادرة عن موسكو وأيضا عن كييف، أيضا هناك عنصر يتعلق في القنبلة القذرة ومترابط إلى حد ما مع موضوع الكيماوي والمسيرات أيضا، لأن هذه كلها تدرج بخيارات عسكرية تستخدم في مراحل مفصلية يراد منها إحداث نوع من الضغط العسكري الميداني لأسباب سياسية. الكل يعلم أن هذه الحرب بدأت إثر فشل عملية سياسية، ويبدو أن الآن توظيف عامل أيضا المناخ، الحديث عن هذا الشتاء الذي سيؤثر على عمليات كثيرة من الناحية اللوجستية، وعملية الربيع التي يتوقع أن يتم من خلالها نوع من استخدام القوات البرية. الآن هل تتحقق هذه المقولة ويكون هناك نوع من اشتباك عبر بيلاروسيا؟ هل تصل الأمور إلى انخراط بيلاروسيا؟ هل سيؤدي ذلك إلى لاعبين جدد على هذه الساحة؟ أعتقد أن الأيام كفيلة بإظهار من خلال النتائج الخاصة بالتحقيقات. لطالما بقت هذه التحقيقات روسية فقط أو أوكرانية فقط لن تنتهي إلى الحسم. الحسم يكون فقط إذا كان هناك نوع من التكليف الأممي لتقصي الحقائق، ولاحظنا كيف أن قصة استخدام القنبلة القذرة باتهامات متبادلة بين الطرفين خبت واندثرت بعد التشكيك في هذه الرواية. الآن يعاد توظيفها، لماذا؟ قد يكون فرصة إما لتغيير وتليين بعض المواقف، أو أنها بالفعل هي رسالة إنذار الأخيرة الموجهة من طرف إلى آخر، سواء كان موسكو باتجاه كييف أو كييف باتجاه موسكو.